أخبار اليوم. مختلف قارات العالم شرفونا وأسعدونا، لكن الشكر الحقيقي، الشكر الأول هو لكم أنتم للجمهور المصري الذي احتضن هذا المهرجان وتفاعل معه، سواء في الافتتاح في القلعة حيث كان موجود أكثر من 6500 مواطن، أو في المظاهرة البديعة التي حدثت في شارع المعز لدين الله لما الفرق نزلت إلى الشارع واحتكت بالمواطن المصري. ورينا العالم كله وشفنا قدام نفسنا كيف أن المواطن المصري البسيط محب وعاشق للفن ويحترم الإبداع ويقدره. وأظن أن مشهد مظاهرة المعز لدين الله بتقول أن مصر الأصالة موجودة ومصر الفن والحرية والإبداع موجودة، وإن الإرهاب لن يهزم مصر أبدا ولن يهزم الروح المصرية.